السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت فيديو صاحبه بيقول إن مفيش قارة اسمها استراليا، إن دي خرافة ووهم وكذبة كبيرة إحنا عايشينها. هو الوحيد اللي عارف الحقيقة فين، فبيقول لنا يا إخوانا مفيش قارة اسمها استراليا، وإن دي إشاعة. قارة استراليا دي إشاعة طلعوها البريطانيين لأن هم كانوا موتوا بعض الناس، فبدأوا الناس تقول للناس دي ماتت فين، فقال لهم إحنا ده دول إحنا سفرناهم استراليا، فاخترعوا فكرة ان في حاجة اسمها استراليا. طب ما كانوا يقولوا احنا ودناهم الهند، وحد هيروح يتأكد في الهند ويقول لك احنا ما نعرفش مدينة في استراليا، ما بنعرفش اي حد رياضي في استراليا، ما نعرفش اي معلومات عن استراليا، ما لناش اي اصدقاء في استراليا. فهو شايف ان هو لان هو جاهل فهو ما عرفش اي حاجة عن استراليا، بيبقى مفيش حاجة اسمها استراليا. طيب انا حابب اقول لك بس معلومة بسيطة، إن في نظرية، ونظرية بتستخدم في السياسة وبتستخدم في الاقتصاد، ودي نظرية مشهورة اسمها البجعة السوداء. البجعة السوداء إن هما طول الوقت كانوا شايفين بجعة أبيض، تمام؟ ومرة واحدة لما سافروا أستراليا فوجئوا لأول مرة إن في بجعة سوداء. فخلاص أنت عندك 100 دليل أو عندك 1000 دليل أو مليون دليل إن مفيش بجعة سوداء، لكن لو أنا جبت لك دليل واحد، الدليل اللي عندي ياكل كل الأدلة اللي عندك. ودي نظرية بنستخدمها لإثبات وجود الخالق. لو أنت عندك 1000 دليل على عدم وجود الخالق وأنا ما عنديش غير دليل واحد، الدليل الواحد على الوجود يغلب الألف دليل على عدم الوجود، مع العلم إن مفيش ولا دليل قوي على نفي وجود الخالق. مفيش، تمام؟ كل يعني أي حاجة بتقولها بتلاقيها إيه، افرض ولو حصل، وان كون الكون صدفة والكلام ده كله ليس له اي اهمية، تمام؟ فعدم معرفتك وعدم درايتك ده دليل على حاجة واحدة بس، دليل على جهلك بس. مالكش اصدقاء في استراليا؟ انا ليا اصدقاء كتير جدا، منهم دكتور كان هو راح بنفسه او عاش في استراليا فشاف البجعة السوداء دي وصورها. ليا كذا صديق هناك بيعملوا الدكتوراه وبعت لهم الفيديو وفصوا على نفسهم الضحك، يعني امال احنا قاعدين فين يعني، تمام؟ يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها استراليا. ليه؟ لان انا مش اصدقاء في استراليا. طب انت مالكش، طب انا اعمل لك ايه؟ تمام؟ في فريق في استراليا؟ اه في فريق في استراليا وبيلعب كوره، ولو انت تابعت الاخبار هتلاقي له وجود، لكن انت ما مش متابع. يعني مشكلتك ان انت ما بتقراش، يعني انت تقول انا مش عارف دليل على وجود الخالق لان انت ما قريتش، ما تعمقتش، ما فمشكلتك في جهلك. يعني بكل بساطة اقرأ واطلع وشوف، وعندك عندك مدينة سيدني ملبورن، عندك سيدني مثلا هتلاقي هناك مثلا الأورا بتاعت سيدني اللي هي المشهورة، اللي هي على هيئة المفروض ان هم بيقولوا انها مستوحية من القوارب، او انما هي المصمم المعماري قال ان هو استوحاها، كان بيقشر برتقال لبنته فشكل الفصوص بتاعت البرتقال او حاكله بالشكل دوت. في عندهم رياضه الكراكت، يعني هم مش مهتمين بالكوره لكن هم عاملين زي الهند وباكستان مهتمين برياضه الكراكت. فانا فاهم ان انت تجادل هل استراليا ممكن نعتبرها جزيره ولا نعتبرها قاره، اه ما كلام مفهوم، انما تنفيها تماما لمجرد ان انت ما عندكش المعلومه، لا. حاول ان انت تحجز طياره كده وتروح وتشوف هناك الكنغرو، تشوف الجمال اللي هم نقلوها على اساس كانوا اول ما جم استعمروا استراليا كانوا عايزين حاجه يشيلوا عليها المتاع والبضاعه، فاستوردوا جمال كتيره من السعوديه، ودلوقتي عدد كبير جدا. تابع الحركه اللي كانت بتحصل من فتره بسبب المناخ والمشكله بتاعت ازمه المناخ. فنتمنى ان يعني اللي مش اي حد يصحى من النوم يحلم حلم يجي يحكوا لنا يعني.